المتابعين ديالنا، كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وجمعة مباركة للجميع. كما كتشوفوا اليوم جاتكم فيديو جديد وشهيوة جديدة، وكنتمنى تعجبكم وتجربوا هذه الوصفة، وخليكم معايا نوريكم المقادير. كما كتشوفوا المتابعين ديالنا، هنا راه عندنا واحد 5 درويصات ديال الثومه مدقوقين بشويه د الملحه، وكذلك هنا عندنا القزبر اللي مدقوق حتى هو بشويه د الملحه. عندنا هنايا الخرقوم، وعندنا هنايا واحد القبصه ديال الزعفران، وكذلك هنايا عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، وعندنا هنا واحد جوج معالقات ديال السكينجبير، وعندنا هنا هاد نص كاس الزيت اللي ما عامرش. ودابا غنحضر الشرموله ديالنا باش نشرمل هاد الدجاج هذا. اليوم غنصوب واحد الطويجين ديال الدجاج اللي هو مخضر بالزيتون والفريت، وكنتمنى يعجبكم، وكيجي رائع 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 جدا والله العظيم. كما كتشوفوا المتابعين ديالنا، غنضيف هاد الثومه وهاد القزبر ديالنا هنا، وكذلك غنضيف هاد العطريه هادي اللي عندنا في هاد الطبسيل على هاد الشكل هذا. بالنسبه للملحه، غير داكشي اللي شويه اللي دقيت مع الثومه والقزبر راه كافي باش ما يجيش الطاجين ديالنا مالح. وكذلك غنضيف هاد نص كاس الزيت، كاس اللي هو ما عامرش، يعني تقريبا نقولوا نص كاس. وغنخلط هاد الشرموله ديالنا، غنخلطها مزيان على هاد الطريقه هادي. وخليكم معنا المشاهدين بينما نخلط الشرموله ديالنا ورجع لكم. انتم المتابعين ديالنا، ودابا هي الشرموله ديالنا خلطتها مزيان، انتم كي كتجي كنخليها قاصحه، ما كندير لا ما لا حتى شي حاجه، يعني غير داك الزيت اللي ضفت قدامكم. دابا المتابعين ديالنا غنشرمل هاد الدجاج ديالنا هذا، غنشملو. هنا راه عندنا واحد جوج فخيدات وطرف ديال الصدر، ها هو. وبامكانكم نتوما الا ما بغيتوش ديروا الصدر، يمكن لكم ديروا غير الفخيدات، يعني على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. وكما قلت لكم المشاهدين ديالنا، غنشرمل هاد الدجاج هذا ديالنا باش تدخل فيه الشرموله مزيان. وهاد الطاجين هذا راه كيجي رائع 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 جدا، اللي ما صوباتوش والله العظيم تندم عليه، يعني راه ما كتاكل والو، كيطلع لذيذ 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 بزاف. هانتوما المتسبعين ديالنا، انا شرملت هاد الفخيد وغنضيفو في هاد الطبيسيل هذا، موراها غنشرمل عاوتاني كذلك هاد الفخيد هذا. يعني هاد الطاجين هذا كيجي رائع رائع رائع. هانتوما المتتبعين ديالنا، راني شرملت هاد الدجاج هذا، شوفو تبارك الله كي جاي على هاد الشرميله، تبارك الله والصلاة على النبي، غير مشوفه كيشهي والله العظيم، غير مشوفه كيشهي. وهاد الشرموله اللي بقات لنا هنايا المتتبعين ديالنا، هانتوما غنحتفظ بها حيت مازال ان شاء الله محتاجاها. طويجينا هذا كما قلت
قلت لكم هنا عندنا تقريبا 6 كيلو د البصله، يعني على حسب العدد الاسره اللي عندكم في الدار. يمكن لك ديري غير 3 الحبات كبارين، يعني على حسب الاسره اللي قلت لك، على حسب عدد الاسره. ويمكن لك كذلك ديري غير 2 حبات كبار، ويمكن لك ديري 3 الحبات كبار. كما كتشوفوا العدد البصله اللي عندي هنايا انا راه ما كبيراش، عندي غير 2 اللي كبار والتباقي صغير. دابا المتسبعين ديالنا غنحاول نقطع هاد البصله هادي اللي هي في الطاجين هذا، غنقطعها غنشلضها على اساس طريفات رقاقين، غنشلضها باش الدغميره ديالنا كتجي معلكه تبارك الله. غنحاول بهذه الطريقه غادي نشلض هاد البصله ديالنا المتسبعين. يعني هاد الطريقه هادي كتجي احسن من انك ما تقطعيها على شي قطاعه ولا هذا، كتجي مفرشه كما قلت لكم. هكا كتشلضوها كتجي مدغمره تبارك الله، وكتجي شرموله ديالنا البصله ديالنا الدغميره رائعه جدا. سمحوا لي غنبدل هاد الموس على حسب ما بان ليا ما ماضيش. هانتوما المتسبعين ديالنا، وكنستمر بهاد الطريقة هادي، كنقطع هاد البصلة هاكا كيما قلت لكم باش كتجي مدغمرة. وخليكم المتسبعين معنا بين ما نكمل البصلة ديالي ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما المتسبعين ديالنا، يعني كملت البصله ديالي على شكل داك الطريقه اللي وريتكم. هانتوما درتها على طرفات رقاقين باش كتجي تبارك الله الدغميره ديالنا مدغمره، وكل ما شلتي مزيان ورققتي كل ما كطلع حسن وحسن. وكما قلت لكم دابا غنضيف هاد الدجاج ديالنا هنايا في هاد الطاجين هذا، نشكل على اساس بحال هكا. هانتوما المتسبعين ديالنا، وهاد الشرموله اللي احتفظت من قبل واللي بقات في الدجاج عليها في داك الطبيسيل زدتها هنايا، يعني الشرموله اللي قلت لكم غنحتفظ عليها غنضيفها في هاد الطاجين هذا. يعني راه ما غنزيد نضيف لا عطريه لا حتى شي حاجه، غير هاد الشرموله هادي اللي غندير هنايا وباش نشرمل هاد الدجاج، ما غنزيد لا عطريه لا حتى حاجه. ثم شاهدوا معنا المتسبعين، وهاد الطاجين هذا راه كيطلع رائع 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 جدا والله العظيم، غير جربوه ما تشبعوش منه والله ما تشبعوا منه. هانتوما المتسبعين ديالنا تبارك الله الطاجين باقي ما طاب، وغير مشوفه كيشهي والله العظيم، راه غير مشوفه كيشهي، وراه ما غنضيف لا ما لا حتى شي حاجه. كيف ما كتعرفوا نتوما البصله راه كطلق الماء، غنديرو على اساس نار مهيله قليله باش الطاجين ديالنا ما يتحرقش ويطيب على خاطرو. وخليكم معنا بين ما نار الطاجين ديالي على البوطه. هانتوما المتسبعين ديالنا، هاني رديت الطواجين ديالي على البوطه ودرت ليا نار مهيله قليله كما قلت لكم باش الطاجين ديالنا ما كيتحرقش. وهانتوما المشاهدين ديالنا تبارك الله الطواجين ديالنا غير مشوفه وكيشهي، وجايه تبارك الله تشرميله بحال اللي غتشرملي دجاج محمر، بحال اللي غتشرملي دجاج باش تحمري. وتبارك الله كتطلع شرموله شهوه منها وشي ريحه تبارك الله يا ربي. وكما قلت لكم الطويجين ديالنا هو، وكنتمنى تجربوه. ودابا غنسد على الطويجين ديالنا باش يطيب على خاطر خواطرو. انتم المتسبعين ديالنا، وكذلك ايضا هنايا عندنا بطاطا،
اللي هي المتتبعين. هاد البطاطا هادي راني غنقيها وغنقطعها على طريفات رقاقين باش غنقليها. وكذلك هنايا عندنا الزيتون، ملي غيطيب هاد الطويجين ديالنا غنضيفو عليه. وكذلك هنايا عندنا هاد الحويمضه هادي اللي هي مصيره مقطعه على هاد الشكل هذا. ملي غيطيب كذلك الطويجين ديالنا غنزوق بها الطاجين، وتبارك الله كيطلع الطاجين رائع رائع المتتبعين ديالنا. وخليكم معنا نوريكم طريقه التقشير ديال البطاطا. هانتوما المتتبعين ديالنا، درت في هاد اللاطا واحد شويه د الماء على اساس كيف ما كتعرفوا نتوما بطاطا دغيا دغيا كتكحل كتحتاج الماء، كيخصها تبقى في الماء. هانتوما المتتبعين ديالنا، هانتوما المتتبعين ديالنا. يعني قطعت هاد البطاطا ديالي هادي، وخليكم معنا بين ما نكمل البطاطا ديالي كامله بالتقشير ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما المتتبعين ديالنا، يعني كملت بطاطا بالتقشير على هاد الشكل هذا، ودابا غنحاول نقردها على اشكال رقيقه. خليكم معايا نوريكم الطريقه. وباش نوفروا الوقت اكثر نحاول نقطعها بحال هكا. نقطعها بحال هكا ونديرو هكا، يعني هكا كنربحو الوقت وكتجينا ساهله، ماشي عاد كنبقاو بالوحيده بالوحيده. هانتوما المتتبعين ديالنا، البطاطا ديالنا. وكذلك عاوتاني هذه بنفس الطريقة. هانتوما المتتبعين ديالنا، بطاطا كي كتجي ها هي تبارك الله، يعني التقطيعة هادي كتجي ساهلة ماهلة. وخليكم معنا بين ما نكمل البطاطا ديالي بالتقطيع ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما المتتبعين ديالنا، يعني كملت بطاطا بالتقطيع على هذا الشكل هذا، يعني استمريت غير بالطريقه في كيف وريتكم، طريقه ساهله ماهلة. هانتوما المتتبعين، ودابا غنشوفوا الطويجين ديالنا فين وصل. ها
انتم المتتبعين ديالنا تبارك الله. الطويجين ديالنا هو كيطيب على خاطر خاطرو. كما قلت لكم راني دايره على نار مهيله، وكما قلت لكم يعني راني ما ضفت لا ما لا حتى شي حاجه، غير البصله، يعني راه غير البصله وداك الشرموله اللي ضفت مع اللي ضفت فوق الطويجين. وتبارك الله البصله راه كتطلق الماء كيف ما كتعرفوا. هانتوما المتتبعين ديالنا، الطواجن تبارك الله طالع غزال، غير مشوفه كيشهي والله العظيم، لا غير مشوفه كيشهي. غنتمنى تجربوه ان شاء الله، ومرحبا بكم عندي ان شاء الله، ونصوب لكم بحاله ما احسن منه كاع. يعني راني وعدتكم من هنا القدام اي حاجه غنصوبها غنشاركها معاكم، راكم حبابي وليتوا بحال حبابي كاع وكثر. يعني ما غنخبى عليكم حتى شي حاجه ان شاء الله يا ربي، اي حاجه صوبتها من هنا القدام غنشاركها معاكم. وخليكم معنا المتتبعين ديالنا بين ما الطاجين ديالنا يوجد، وان شاء الله ونشارك معاكم كل شيء ان شاء الله بحول الله دقه بدقه. انتم المتتبعين ديالنا، دابا الطاجين الطواجن ديالنا هو قرب يطيب، ودابا غنبدا نقلي الفريت. كيف ما كتشوفوا زيت الفريت ديالنا ودرتها فات الشبيكه هذه باش كتستقطر من الماء مزيان، باش ما كتجيناش البطاطا ديالنا مرخيه، كتجي شاده راسها. كيف ما كتشوفوا دايره هنا المقله ديال الزيت تغلي، ها هي تيسخن الزيت مزيان، عاد ندير البطاطا ديالنا تقلى باش ما كتلصقناش في المقله. ودابا اجي ونشوفوا الطواجن ديالنا. انتم المتتبعين ديالنا تبارك الله الطواجن ديالنا فين وصل. انتم كيف ما قلت لكم راني ما درت لا ما لا والو، غير داك البصله اللي طلقات الماء وصافي. انتم المتتبعين ديالنا، والدجاج الدجاج راني حاولت نحشي فيه المساكه شويه باش يدخل فيه الطياب. هانتوما المتتبعين ديالنا تبارك الله، الطواجن غير مشوفه كيشهي. ودابا غنديروا الفريت ديالنا يتقلى، غنسدو عليه يزيد يطيب. اجيو معايا نديروا الفريت ديالنا يتقلى. هانتوما المتتبعين ديالنا، الزيت ديالنا راه غالي مزيان. كندير غير وحده وحده بحال اللي كنقلي الحوت. هانتوما المتتبعين ديالنا، كيف ما قلت لكم تخليو غير الزيت يغلي مزيان، وكتجي بطاطا مقليه مزيانه هي هذيك شاده راسها. وخليكم معنا بين ما يتقلى الفريت ديالنا ويجي الطواجن ديالنا، ونشارك معكم تبارك الله كل شيء. وهنا رجعت لكم المتتبعين ديالنا، ودابا غنشوفوا الطاجين ديالنا فين وصل. كما كتشوفوا المتتبعين ديالنا الطاجين ها هو الطواجن ديالنا هو طاب تبارك الله، جاي كيشهي والله العظيم لا كيشهي. ها انتم البصله ديالنا جايه مضغمره، ما ضفت لها ما لا حتى شي حاجه، يعني غير داك البصله اللي قلت لكم تبارك الله طلقات الماء، يعني بلا ما تحتاجوا ديروا الماء ولا شي حاجه، غير هو ديروا على نار مهيله باش كيطيب على خاطر الطاجين ديالنا ما كيتحرقش. هانتوما كلشي تبارك الله هو طايب. وكما كتشوفوا هنا راه عندنا الزيتون، الزيتون هذا اللي غنضيف فوق الطاجين هذا لهاد الشكل، هاد الطريقه هادي.
تبارك الله، الطاجين راه كيجي رائع 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 جدا والله العظيم، وكنتمنى تجربوه. والله جربتوه ما تشبعوا منه. وكذلك عندنا هاد الحامضة هادي اللي قطعتها على هاد الشكل هذا، هانتوما نزوق بها هكا. هانتوما المتتبعين ديالنا، ودابا غنخلي الطواجن ديالنا بين ما يزيد يتقلى شي شويه، بين ما يتقلى شي شويه كما كتشوفوا الفريت ديالنا هو راه وجد. هانتوما المشاهدين ديالنا، انا راه حمرته كما كتشوفوا، الفريت كيجي محمر شويه احسن، يعني باش كيجي طايب مزيان مقلي مزيان. ودابا غندوزو للسلايد. هانتوما المتتبعين ديالنا، تاع السلايد راه كيجيو رائع 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 جدا والله العظيم، وكنتمنى تجربوهم ان شاء الله غتعجبكم. كما كتشوفوا هنا راه عندنا الفريز، وكذلك هنا راه عندنا واحد ربعه ديال التفاحات اللي مخطين على هذا الشكل هذا. وكذلك هنا عندنا واحد الحويمضه، وغنسبق لكم هذه ومن بعد ندوز لكم ان شاء الله لهذه. كما كتشوفوا غنشد الفريز ديالنا وغنقطعوا لهذا الشكل هذا اللي على شكل تقاطع رقيقه. هانتوما هانتوما المتتبعين ديالنا، تبارك الله راه كتجي تاع الشلاضة رائعة رائعة. بعض الناس اللي غيشوفوها وغيستغربوا، ولكني والله العظيم غير جربوها راها كتجي رائعة من داكشي، والله العظيم لا من داكشي، يعني كتجي لذيذة. في الاول كتستغرب كيفاش دايره هاد الشلاضه ديال الفريز والتفاح، ولكن ملي كتجربها والله العظيم لا شي لذة تبارك الله، يعني كتبقى ديرها يوميا يوميا، كتبقى ديرها في المنزل ديالك. وخليكم معنا ان شاء الله بين ما نكمل التقطاع ديالي ديال الفريز ونرجع لكم. هانتوما المتتبعين ديالنا، يعني كملت الفريز ديالي بالتقطاع على هاد الشكل هذا، ودابا غندوزو لهاد التفاح هذا، التفاح ديالنا، وغنقطعو تا هو على شكل تقاطع رقيقة. وان شاء الله غير جربوها والله العظيم تا غتعجبكم. يعني راه من قبل وعدتكم من هنا لقدام اي حاجة صوبتها راني غنشاركها معاكم كيف ما بغات تكون. هانتوما المتتبعين ديالنا، وكذلك التفاح حتى هو كنستمر بنفس هاد التقطيعة هادي. هانتوما كما قلت لكم راني كنستمر بحال هاد الشكل، هاد التقاطع اللي وريتكم دابا. وخليكم معنا ان شاء الله بين ما نكمل التفاح ديالي ونرجع لكم. هانتوما المتتبعين ديالنا، وهاني كملت التفاح ديالي بالتقطاع. كيف ما قلت لكم داك الطبسيل ما قدنيش، وحاولت نضيف طبسيل اخر. هانتوما
من بعد ما كملت السلطة ديالي بالتقطاع غنحاول نخلط هاد الفريز وهاد التفاح مع بعضياتهم. ان شاء الله غير جربوها، راه كتجي رائعه ولذيذه بزاف والله العظيم، ما غتندموا غير جربوها. انتم المتتبعين ديالنا هانتوما المتتبعين ديالنا، دابا راني خلطت السلطه ديالنا، وكذلك غنجيب هاد النص حامضه اللي حيدت منها هذا، وغنحاول نعصر غير شويه من الفوق. انتم المتتبعين ديالنا، ودابا هي السلطه ديالنا هي وجدت، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. وبعض الناس كما قلت لكم راه غيستغربوا، ولكن والله العظيم غير جربوها، راه كتجي رائعه ولذيذه بزاف والله العظيم. يعني من بعد ما تجربوها وتذوقوها داك الساعات حكموا عليها. وكما قلت لكم دابا السلطه ديالنا هي وجدت، وكذلك غندوزو لهاد السلطة هادي اللي معروفين بها كاع المغاربة وكيحبوها كاع المغاربة ان شاء الله. ديالنا غنجيب هاد الطبسيل هذا اللي غنقطع فيه هاد البصلة ديالنا وهاد المطيشة، يعني حاولوا منين تجي تصوبوا السلطه ديال المطيشه هاد الزريعه اللي كتكون فيها غير حيدوها، حيت كتقبحها كتردها حامضه ويعني وكتتلاخر فيها الماء بزاف، كتطلق فيها الماء. نتوما انا راني عصرتها حيدت من داك الزريعه، هانتوما المتتبعين ديالنا. دابا غنجيب هاد المطيشه ديالنا وغنقطعها على شكل رقيقه، وكنستمر بالتقطاع بحال هكا. وخليكم معنا ان شاء الله بين ما نكمل المطيشه ديالي ونرجع لكم. هانتوما المتتبعين ديالنا، راني كملت المطيشه ديالي بالتقطاع، ودابا غندوزو البصله كذلك حتى هي. البصله حاولوا تقطعوها على شكل رقيق باش ما تجيش غليظه في السلطه ديالنا ومفرشه، يعني على هذا الشكل هذا كتجي مزيانه. خلينا
خليكم معنا المتتبعين ديالنا بين ما نكمل البصله ديالي ونرجع لكم. هانتوما المتتبعين ديالنا، راني كملت دابا الشلاضه ديالي بالتقطاع، ومن بعد غنضيف لها هاد شويه ديال الملحه وهاد شويه ديال الابزار كذلك. غنضيف لها هاد المعلقه ديال الزيت هيا، وايضا غنضيف لها واحد شويه ديال الخل. كيف كتشوفوا راه معلقه ما عامراش. دابا غنخلط الشلاضه ديالي، انا دابا راني ما غنستعملش المعدنوس، يعني انا ما كنستعملش المعدنوس في هذه الشلاضه هذه، انتم على حسب الذوق ديالكم. ودابا هي الشلاضه المتتبعين ديالي، هي الشلاضه ديالي وجدت، وخليكم ان شاء الله معايا بين ما نشارك معكم كل شيء ان شاء الله يا ربي. هانتوما المتتبعين ديالنا، الطواجن ديالنا دابا هو وجد، شوف كي كيجي تبارك الله كيشهي رائع. وكيف ما كتشوفوا دابا غنضيف هاد الفريت ديالنا هكا، انا كنفضل نديرو بحال هكا احسن، وانتم على حسب الذوق ديالكم بامكانكم ديروا غير في طبيصلات. انتم المتتبعين ديالنا، ودابا الطواجن ديالنا هو وجد، غنطفي عليه. ها هو تبارك الله، شوف كي كيجي كيشهي والله العظيم لا كيشهي. وكيف ما كتشوفوا هنايا السلايد ديالنا هما واجدين، هانتوما تبارك الله هاد الشلاضه راه كتجي لذيذه رائعه رائعه والله العظيم، غير جربوها والله ما تندموا. وتا هادي كذلك، هادي راه معروفين بها كاع المغاربه كيحبوها. وخليكم معنا ان شاء الله بين ما نوجد الطبله ديالي، ونشارك معكم ان شاء الله كل شيء يا ربي. ها انتم المتتبعين ديالنا، هي الطبله ديالي وجدت تبارك الله، شوفوا انتم المتتبعين، وتبارك الله قلت لكم على الطاجين راه كيجي رائع 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 من داك الشيء، وكنتمنى تجربوا يا ربي ان شاء الله. وكذلك هاد الشلاضه هادي هي راه كتجي رائعه والله العظيم، غير جربوها انتم المتتبعين. وكما قلت لكم يعني اي حاجه من هنا القدام صوبتها راه غنشاركها معكم، يعني راكم وعدتكم وليتوا بحال حبابي كاع وكثر ان شاء الله يا ربي. اي حاجه من هنا القدام غنشاركها معكم، صاب نتوما غير تقبلوا عليا وتحبوني كيف ما انا كنحبكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، راه ربي اللي عالم والله العظيم، راه زازين عليا والله قسما بالله بحال عائلتي وكثر كاع. وكنتمنى تحبوني كيف ما انا كنحبكم، ويا ربي تحيد علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه يا ربي. يا ربي لما تحيد علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا ويخليه لينا وتحفظوا لنا يا ربي، وتنصر الصحراء المغربيه وتحفظ جميع الدوله المغربيه تحفظها. وكما قلت لكم الله ينصر سيدنا جلاله الملك وتحفظوا لنا يا ربي، وتخليه لينا وتحفظ الاسره الملكيه وتبقى والصحراء المغربيه وتقديم الصحراء المغربيه، وتحفظ جميع الدوله العربيه تحفظها يا ربي ان شاء الله. وتحيه للجزائر وتوانسه وسواعده، تحيه ليهم، تحيه لجميع الدوله المغربيه، تحيه ليها. وكنتمنى يا ربي تبارطاجيو هذا الفيديو وتدعمونا وتوقفوا معنا وتخليو لنا لي لايك وتعلقوا لنا داك التعاليق الزوينه ديالكم، داك التعاليق الرائعه الجميله بحالكم. وكنتمنى تخليو ابوني وتشتركوا بالقناه وتدعمونا، الله يجازيكم بخير، وكنتمنى تبقاو بخير.